التأثير الخارجي أنا أفتكر إحنا المفروض نمشي أبعد من كده ونصل لمرحلة إننا نجرمه بصورة معلنة، وأفتكر ده الدور بيقع على عاتق القوى المدنية في السودان، إنها تكون قادرة تجرم، مش فقط تذكر التدخل الخارجي، لا حتى تجريم التدخل الخارجي، تجريمه بصورة واضحة وبصورة مباشرة ومن غير أي يعني تورية. كلنا بفكر أو الناس ممكن يكون معظمنا تابعنا التقرير الأخير بتاع الأمم المتحدة عن تدخل الإماراتي ودعمه للدعم السريع، وده تقرير لحد كبير موثوق فيه، يعني على الرغم إنه الإمارات نفته بصورة رسمية، لكن التقرير هو تقرير يعني طويل ومفصل وبيذكر بالتفصيل كيف إنه الإمارات قاعد تدعم ودعمت الدعم السريع خلال الحرب ذاتها. رد الفعل الطبيعي المتوقع في انه القوى المدنيه يفترض تتناول الخطاب ده ويكون عندها خطاب اعلامي بيجرم التدخل ده. اذا قلنا مثلا انه القوى المدنيه ما كانت عارفه او غير ملمه بالتفاصيل او كده، لكن ده خلاص ده بيجي خطاب رسمي من مؤسسه دوليه موثوق فيها تكلم بوضوح عن تفاصيل متعلقه بالتدخل دوله واستثمار في اشتعال الحرب واستمرار في السودان ودعمها لطرف من اطراف الحرب. رد الفعل الطبيعي لابد أن تكون تجريم هذا الطرف.